السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه تعلم واستفد آه مرحبا بكم في تطبيقات درس الحال والجمله الحاليه اذا نبدا على بركه الله بالنشاط الاول لدينا احدد الحال في الجمل الاتيه وابين نوعها اذا نبدا على بركه الله بالجمله الاولى طلعت الشمس اليوم ساطعة إذا طبعا فالحال كما تعرفنا على ذلك فهو يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال وللبحث عن الحال في الجملة نطرح السؤال بكيف إذا كيف طلعت الشمس اليوم إذا الكلمة التي تجيبنا عن هذا السؤال هي كلمة ساطعة طلعت الشمس اليوم ساطعة وما التي هي ساطعه هي الشمس اذا الشمس هو صاحب الحال والحال هو ساطعه اذا ساطعه هو الحال ثم ما نوعها اذا لاحظوا هنا الحال هنا جاء في كلمه واحده وهو ليس جمله ولا شبه جمله اذا نوع الحال هنا مفرده إذا حال مفرده. ثم أقبل القطار يدوي. إذا كيف أقبل القطار؟ أقبل القطار يدوي. إذا الكلمة التي تجيبنا عن السؤال هي يدوي. كيف أقبل القطار؟ أقبل القطار يدوي. إذا يدوي هو الحال. وصاحب الحال طبعا هو الذي اقبل هو القطار هو صاحب الحال والحال كما نلاحظ هنا فهو جمله فعليه. ثم الجمله الثالثه اشرق البدر في هالته البهيه. اذا كيف اشرق البدر؟ اشرق البدر في هالته البهيه. إذا الحال هنا هو في هالته البدية البهية عفوا هو الذي يبين لنا هيئة صاحب الحال الذي هو البدر إذا في هالته البهية إذا في هالته إذا هنا جار ومجرور إذا الحال هنا طبعا هو شبه جملة إذا شبه جملة من الجار والمجرور. الجملة الرابعة: قدم ساعي البريد وهو راكب دراجته. إذا كيف قدم ساعي البريد؟ قدم ساعي البريد وهو راكب دراجته. إذا هي هي الجملة التي تبين لنا هيئة صاحب الحال الذي هو ساعي البريد. وبالتالي فهذا هو الحال وهو راكب دراجته والحال هنا كما نلاحظ هو جملة اسمية هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدا راكب خبر إذن هنا جملة اسمية والواو هنا واو الحال ثم غرد العصفور كيف؟ فوق الشجره، إذا فوق الشجره تبين هيئه صاحب الحال الذي هو العصفور، إذا فوق الشجره وفوق الشجره هو شبه جمله تتكون من الظرف والمضاف إليه، الظرف ظرف المكان فوق. اذا هنا شبه جمله من الظرف هذا هو نوع الحال نمر للنشاط الموالي تقدم المتهاون الى الامتحان اذا كيف تقدم للامتحان ممكن ان نقول كحال سنكمل بحال مناسبه سنقول متشائما اذا ما دام انه متهاون سنقول تقدم الى الامتحان متشائما وممكن أيضا أن نقول نادما. نادما أيضا إلى غير ذلك ثم بدا المريض اللون، إذا المريض غالبا ما يظهر على وجهه لون أصفر، إذا سنقول بدا المريض أصفر اللون. ثم عش النفس اذا ماذا سنقول عش عزيز النفس اذا عش عزيز النفس او عش كريم النفس كلاهما فهو حال ثم ودعتني امي كيف ودعتني امي ودعتني امي مثلا باكيه او ودعتني امي فرحه إلى غير ذلك ثم قرأت القصة مثلا قرأت القصة متلهفا أو قرأت القصة سريعا أو ممكن أيضا أن نقول قرأت القصة متشوقا إذن هذه كلها حال مفرد متشوقا إذا اختاروا الكلمة أو الحال الذي أردتم ثم أطربني البلبل مثلا تغريدا أطربني البلبل تغريدا أو أطربني البلبل شدوا وما إلى ذلك نمر الآن للنشاط الثالث إذا أكمل الجمل بصاحب الحال إذا لدينا يتدفق صافيا إذا ممكن أن نقول يتدفق الماء صافيا أو يتدفق العسل صافيا ثم تغرب صفراء اللون إذا ممكن أن نقول هنا تغرب الشمس تغرب الشمس صفراء اللون ثم هنا ارتفع شامخا إذا هنا ممكن أن نقول ارتفع الجبل ارتفع الجبل شامخا ثم هنا أطل علينا إذا أطل علينا اليوم مشرقا مثلا أطل علينا اليوم مشرقا أو أطل علينا الصباح مشرقا أو أطل علينا القمر مشرقا إلى غير ذلك تمرين الموالي أجعل من الكلمات الآتية حالا في جملة إذا لدينا هائجا وأنا منشرح الصدر لدينا متفائلا ولدينا على الشجرة إذا كل هذه الكلمات والجمل سنجعلها حالا في جمل إذا مثلا بخصوص هائجا ممكن أن نقول يبدو البحر، إذا يبدو البحر اليوم هائجا، إذا هائجا حاد مفردة ثم وأنا منشرح الصدر مثلا سنقول أحسنت إلى الفقير وأنا منشرح الصدر ثم متفائلا، إذا سنقول تقدمت لاجتياز الامتحان متفائلا ثم عندنا على الشجرة أيضا مثلا سنقول أقام العصفور عشه على الشجرة إذا هكذا سنركب ما طلب منا في جمل ونجعله حالا والنشاط الأخير لدينا أعرب هذه الجملة تسلمت الجائزة وأنا مبتهجة إذا لاحظوا تسلمت إذا تسلم إذا هذا فعل ماض مبني على السكون لماذا لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة هنا ضمير متصل في محل رفعين فاعل أنا الذي تسلمت إذا هي الفاعل الجائزة إذا تسلمت ماذا تسلمت الجائزة إذا الجائزة مفعول به منصوب و اذا الواو هنا هي واو الحال انا انا هنا ضمير منفصل مبني في محل رفعين مبتدا مبتهجه هذا خبر انا خبر المبتدا انا والجمله الحاليه او الجمله الاسميه في محل نصب حال اذا عموما سنعرب هذه الجمله كما يلي اذا تسلمت قلنا تسلم هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة وهذا التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل الجائزة قلنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و إذا هنا الواو واو الحال أنا إذا أنا هنا تعرب ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ مبتهجه اذا خبر خبر انا اللي هو المبتدا اذا خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره والجمله الحاليه اللي هي الجمله الاسميه انا مبتهجه في محل نصب حال اذا هكذا سنعرب هاته الجمله وهكذا ننهي ما يتعلق بهاته التطبيقات شكرا لكم